صباح الخير سي العزاوي. نعم سيدي. جينا هنا للاتقاداو لقينا كتقدا في الحواله بالتيشورت انت والشباب ديال كازا شباب. نعم خويا وي. اشنو هاد البادره هذا؟ تكلمنا شنو كدير هنا؟ شنو 27/7/2021 ككل سنه لاسوسياسيون ديالنا كازا شباب كتكون سنه توصل ما بين المحسنين والناس اللي من المعوزه كنعرفوا داعي الاضحى وحملة المغرب ديالنا المغرب التضامن والتكافل. فتعينا السنه ككل سنه اننا نكون صله وصل كما قلت من قبل. المحسنين ساعدونا وحنا خدينا مجموعه من الاكباش اللي من خلال واحد الناس اللي معويزه غنديهم لهم. ايضا كاين الخيريه هي غنديوها لها. كاين مجموعه من الحراس كتعرفوا الناس كتعيش واحد الوضع شويه في هذا الكورونا وضع صعيب وشويه ما كاينش الماده شويه. فاحنا كجمعيه من الضروري ان نكون عندنا كاننا كنتوشي ما هو اجتماعي وهذا هو الهدف ديال الجمعيه ديالنا. الحمد لله بهذه المناسبه كنشكروا المحسنين والمحسنات اللي ساعدونا وكيثقوا في لاسوسياسيون ديالنا على اساس اننا كنساعدوا الناس المعوزه والخيريات ومجموعه من الناس. تبارك الله عليك. شحال من حولي خديتي؟ خدينا 20 حولي. 20 حولي الحمد لله. 20 حولي الحمد لله. 20 كبش. 20 عائلة. 20 عائلة ومازال ان شاء الله جاي الخير. كاين ناس موعدينا مازال اليوم وغدا وبعد غدا الباب مفتوح للخير ان شاء الله. تبارك الله عليك. سيدي واش خديت هذه الحواله كل واحد الثمن ديالو ولا باع لك؟ لا كل واحد الثمن ديالو. وحاولنا نكون عندنا الاكباس الصرديين. الحمد لله بغينا ناخذوا الناس يعيدوا بالصردي لان الصردي عنده واحد ميزه خاصه. واحد الميزه خاصه بالمناسبه. فرحوا الناس المهم هو والاضحيه والحمد لله فرحوا وليداتهم فرحوا العائله ديالهم. انت شنو الدور ديالك في الجمعيه؟ احنا مهم احنا انا عضو في الجمعيه لا غير انا بحالي بحال الاخوان. كاين اخوان اللي ما معناش اليوم وساعدونا كثير. لاسوسياسيون ديالنا كنشكر بهذه المناسبه كل الاطوار ديالها ساعدتنا في هذه اللحظه هذه وساعدونا من اجل انهم يكونوا صله وصل ما بيننا وبين المحسنين. سي الحاج الفاروقي هو اللي يعرفوه. دابا الناس اللي غادي تمشيو عندهم درايه بانك راه غادي تجيب لهم اتصلنا بالناس كتواعدهم بان اتصلنا بالناس هذا الاسبوع انهم واش معيدين بانهم واش عندهم العيد. كيفاش كتتم العمليه باش العمليه كاين مجموعه من الناس من لاسوسياسيون ديالنا اللي هما عندهم ناس مقيدينهم ككل سنه كنساعدهم. كاين الناس اللي كنعرفهم عن قرب كيعرفوا الاشخاص ديال الجمعيه ديالنا ولا المحسنين اللي كيعرفهم كنحاولوا نتصلوا بهم على واش عندهم اضحيه من خلال واحد يتيد على ذاك السيد واش كيستحق ولا ما كيستحقش وكنمنحوا هذه الاضحيه. كناخذوا الهواتف ديالهم. عندنا الناس ترونسبورت هما ساعدونا الناس ترونسبورت شي كلشي ديال الخير شي مساعد ترونسبورت شي مساعد الثمن. فايت صباح لكم درتوا هذه العمليه؟ كل سنه نقدر نقول لك من نهار بدات الجمعيه ديال با مع الجمعيه شي 12 سنه ولا 11 كل سنه هذه العمليه كتم الحمد لله.